حياكم الله طلابنا الأكارم. طبعا أهلا دكتور، السلام. مناقشة حلقات البحث راح يكون بالقسم الثاني من المحاضرة. هلا نحن بالمحاضرة الماضية، يعني آخر شيء أخذنا أنواع مجموعات الإرشاد. في الإرشاد الجماعي أخذنا مجموعة المواجهة طبعا التعداد، وأخذنا كمان مجموعة النقاش والمجموعة الدينية، مجموعة زيادة الوعي. طبعا انتم اطلعوا عليهم، نحن راح ناخذهم على سبيل التعداد مجموعة زيادة الوعي. وقلنا نحن في انه للانسان في قوتان تحكم، واحدة ايجابية وواحدة سلبية. وفي مجموعات اسرية طبعا مين عم بعث لنا مشان بده دخول؟ تمام، نحن عم نوافق لكم. تمام. ها هلا خلينا ننقل لغات. هاي ما عم يشتغل معنا. إذا أيضا عندنا مجموعات استشارية أسرية، في مجموعات استشارية أسرية، وفي عندنا مجموعات إرشادية كمان. طبعا هيك مجموعة علاجية. هيك بنكون نحن يعني اخذنا المجموعات. هلا نحن راح ناخذ اساليب الارشاد الجماعي. في زميلك الانسه نور ولملا الثاني غياس، كلهم هاي يمكن النت عندكم ضعيف. اساليب الارشاد الجماعي، اول شيء اساليب الارشاد الجماعي يا شباب نحن اخذناها، انه أول شيء التمثيل النفسي المسرحي. التمثيل النفسي المسرحي يعود الفضل في ابتكار هذا الأسلوب إلى مورينو في فيينا عام 1921. طبعا نحن بدنا نحكي إنه أحيانا بالمدارس أو غيره نحن بنطلب من الطلاب مثلا يمثلوا مسرحيا. فهاي التمثيل بتروح على النفس. طبعا التمثيل النفسي المسرحي له عناصر، هاي العناصر منها مثلا المسرح، عناصر المسرح مثلا المسرحيه التمثيليه. المسرح هو المكان اللي نحن بدنا نمثل فيه او نطلب من الطلاب او الحالات بدها تمثل فيه. المسرحيه يعني نحن بده يكون فيها ادوار، طبعا نحن بنحدد لكل مسرشد دور. هذا الدور اما بيكون مثلا نحن بندربون عليه او بيكون بصوره تلقائيه. وفي هناك حوار، بيكون هذا الحوار بين المسترشدين، وأحيانا ما في نص مكتوب لأنه هو عبارة عن حوار ارتجالي. يعني نحن ما عم نمثل تمثيل، ولكن هو بالأساس عبارة عن نوع من الدعم النفسي. أيضا المسرحية التمثيلية، نحن أو بطل المسرحية راح يكون هو اللي نحن راح نبني عليه. هذا صاحب المشكلة بيكون هو اللي بده يقوم بهذا الدور. بنختار المجموعة اللي معه، نختار البطل، نختار الحادثة، الأدوار طبعا نوزعها طبعا، وكل واحد بيمثل الدور بناسبه حسب المجموعة. وأيضا عندنا بقية المسرشدين بيكونوا بصفة مشاهدين وبيراقبوا هذا العرض. طبعا عندما ينتهي التمثيل يبدأ الممثلون والمشاهدون مناقشة ونقد أحداث التمثيلية أو نظر انفعالاتنا بالتمثيلية طبعا، ونحاول إنه من خلال انفعالاتنا وهيك صار أو هيك ما لازم صار أو كذا، نحن بنحاول نغير الواقع. ويعني عن طريق يعني التمثيل بنحاول إنه هذا صح هذا مو صح، فنحن بهالطريقة عم نحاول نعدل سلوك المسترشدين المشاهدين. يعتبر التمثيل النفسي المسرحي أسلوبا فعالا في الإرشاد، ويتميز بما يلي: أول شيء مثلا المسرح المدرسي يكون يعتبر التمثيل الصادق عن التنفيس الانفعالي وما يجول في خاطر المسترشد من صراعات وقلق وإحباط. التلقائية في التمثيل، ما في عندنا تكلف، يقود هذا الأسلوب إلى تحقيق التفاعل والتوافق الاجتماعي، وهذا الهدف من الإرشاد. يعتبر كثير من الباحثين هذا الأسلوب من أهم الإنجازات في مجال الإرشاد والعلاج النفسي، لما يحقق من نتائج طيبة. لأن التمثيل المسرحي يكشف عن الانفعالات والصراعات الداخلية، فهذا يفيد
في دراسة الحالة التي يجريها المرشد على المسترشد. القصة التي يتم تمثيلها طبعا تحاكي الواقع سواء في الماضي في الحاضر، يعني احنا القصص اللي نحن راح نختارها بالنسبة لجلسات الإرشاد بدها تكون من الواقع ليس من الخيال، بدها تحاكي الواقع سواء كان في الماضي أو بالحاضر أو في المستقبل. ليش؟ لأنه نحن راح تعطينا طرق فعالة في معالجة المشكلات التي نقع فيها. زملائكم عم يبعثوا لي على الواتس انه في بعض ما عم يدخل عندهم. شباب بالنسبة للصوت واضح؟ في شباب يقولوا ما في صوت. واضح دكتور، يعطيك العافية. الله يعافيك، معناته المشكلة من عندهم مو من عندنا. الله يعطيكم العافية. إذا يا شباب نحن الميزات التي يتصف فيها المسرح اللي نحن راح نتخذه في الإرشاد الجماعي هو أول شغلة تلقائية، صادق عن التنفيس الانفعالي، بيحقق التفاعل والتوافق الاجتماعي. طبعا يعتبر من أهم الإنجازات لما يحقق من نتائج طيبة. ليش؟ لأنه الناس راح تكشف عن انفعالاتها وصراعاتها الداخلية. طبعا بيكون عن طريق قصص تحاكي الواقع، سواء هذا الواقع كان من الماضي أو من الحاضر أو في المستقبل. طبعا بيعطي الطالب أو المسترشد اللي نحن عم نجي عليه قوة في مواجهة مشكلاته، وبتشجعه على فهم ذاته وعلى الحياة الواقعية. طبعا من الممكن تسجيل ما يجي في المسرحية على شريط فيديو، وبعد ذلك يتم إعادة مشاهدة المسرحية ثانية وتناول السلوك بالتعليق. طبعا نحن أحيانا وناخذ مقاطع منها، طبعا نحن بنعلق انه هذا الامر صار هذا ما صار، لان احنا من خلال التعليقات الايجابيه والسلبيه هذه بتسمح بتعديل السلوك، او نحن يمكن استثمار هذا الاسلوب في المدارس والمؤسسات التعليميه. طبعا نحن بمدارسنا نحن عم نطبق اسلوب المسرحيات باي موضوع مثلا بيخص الشان العام او موضوع بيخص الشان الخاص، فنحن دائما نعمل هيك ادوار، وهذا الادوار يساعد الطلاب أو يساعد المسترشدين على تعديل سلوكهم من خلال نحن ما يعني نبدي نوع من الإيجابية أو نوع من السلبية تجاه هذا الموقف أو ذاك. إذا نحن أول شغلة نحن أخذناه بالنسبة ل يا شباب بالنسبة لأساليب الإرشاد الجماعي، أول أسلوب هو التمثيل النفسي المسرحي. التمثيل النفسي المسرحي. الأسلوب الثاني من أساليب الإرشاد الجماعي هو لعب الأدوار أو التمثيل الاجتماعي المسرحي. بس بدنا نسأل مين بده يحكي لنا عن التمثيل المسرحي بعجالة، يعني شو فهم من هاي الفقرة؟ نعم تفضلوا يا شباب. يعطيك العافية دكتور. يا هلا الله يعافيك، مين معي؟ بسمة، تفضل يا بسمة. كنا عم نحكي عن أساليب الإرشاد الجماعي، من التمثيل النفسي المسرحي، وكيف هاي الطريقة بتساعد المسترشدين على تعديل السلوك بطريقة غير مباشرة عن طريق تطبيق مسرحيات، أما قصص متدربوا عليها، يعني نعم أدوار مكتوبة، سيناريوهات مكتوبة، أو بتكون عفوية تلقائية، نعم ارتجالية، نعم بهاي الطريقة ارتجالية بيتعدل سلوك المسترشدين بطريقة غير مباشرة. بالإضافة لأنه التمثيل المسرحي هو فرصة للتنفيس الانفعالي التلقائي والاستبصار عند المسترشدين، تماما. بيحتاج عدة عناصر، من المسرح المسرحية أو التمثيلية، بطل المسرحية، والأدوار التمثيل، والمشاهدين أكيد. تماما، الله يجزيك الخير، الله يعطيك العافيه انسه بسمه. في الله عندنا يعافيك. ايضا النوع الثاني من اساليب الارشاد الجماعي هو لعب الادوار، يعني باللغه الانجليزيه رول بلاينج، او التمثيل الاجتماعي المسرحي. سوسيا دراما، سوسيا دراما يعني دراما تمثيل، سوسيا تمثيل، سوسيال اجتماعي يعني الدراما الاجتماعيه او المسرح الاجتماعي. يتم تمثيل مشكلة عامة لعدد من المسترشدين أو تناول عدد من المشكلات الاجتماعية التي تهم بصورة خاصة المجموعة الإرشادية. يعني نحن اليوم نحن في مشاكل عامة بنحاول نطرحها، وبعدها يقوم المسترشدون بالتمثيل، وبصير عندنا عمل مسرحي. هذا العمل
نحن بدنا نتناوله بالنقد والتعليق. طبعا هذا العمل يناسب طلاب المدارس اللي في الحلقة الأولى، يعني من الصف الأول للرابع. طبعا ليش؟ لأنه التلاميذ نحن إذا بدنا أي مشكلة نخليهم يعبروا، راح يعبروا بواقعية عن مشاعرهم المكبوتة. قد تكون مثلا هاي المشكلات في البيت، في المدرسة، في الشارع، في إلها فائدة في تعليم التلاميذ كيفية توزيع العمل، في أي نشاط يقومون به. كذلك تساعد على تخفيف الصعوبات التي يواجهها التلميذ من قلق الامتحان. يعني أحيانا نحن في عندنا مثلا طلاب بيخافوا من الامتحان، فنحن عن طريق التنفيس بهذه الأمور نحن بنحاول إنه نبعد عن القلق، نحاول إنه نبعد عنه الخوف المدرسي. طبعا نحن دائما شفتوا المسرحيات أو الأغاني، أو مثلا أغاني الكورال مثلا، نحن أحيانا بتخلي الطالب بيحب المدرسة. يعني نحن مو كله دروس وكله كذا، فنحن كثير مرات لازم نحاول إنه يكون في نوع من الأنشطة الجماعية للطلاب. هذا الأنشطة نوع من التنفيس لهم، بحيث إنه كمان بيحبوا المدرسة. ما بي يعني المدرسة أحيانا التعلم لا يتم كله بالتعليم أو غيره، لا، أحيانا في عندنا أنشطة، في عندنا مسرحيات، في عندنا مثلا طرق عديدة يتعلم بها الطالب. حتى اللعب أحيانا يكون موجه للتعليم. نحن هون بالإرشاد الجماعي أخذنا أول شيء المسرح، بعدين لعب الأدوار أو التمثيل الاجتماعي المسرحي. طبعا نحن هون نترك الطالب هو بنفسنا عن مشاكله الاجتماعية، بحيث أنه يتأقلم. نحن من خلال ما عم يحكي نحن نكشف وين نقاط الضعف، وين عدم أقلمته، بحيث أنه يتأقلم معنا. في عندنا المحاضرات والمناقشات الجماعية، group lectures and discussion. يتم هذا الأسلوب بأنه قريب من الجو التعليمي. يعني عندنا lectures محاضرات، group جماعي يعني، وديسكشنز مناقشات. يعني هذا الأسلوب قريب من الجو التعليمي. نحن دائما مثلا بنجمع المسترشدين، بنعطيهم المحاضرات. هذه المحاضرات يتخللها مناقشات جماعية، يعني كل واحد يعني يناقش طبعا مع المحاضر. أحيانا يتناقشوا بين بعض، نحن نعطيهم الفرصة يتناقشوا بين بعض، بحيث أنه نحاول من خلال هذه النقاشات نقنع بعض، بحيث أنه نغير هذا السلوك أو ذاك، أو نعدل هذا السلوك. طبعا يعتبر من رواد هاي الطريقة، طريقة المناقشات الجماعية، هو ماكسويل جونز وكلاب بانان. طبعا هذا شو كان يعطي كلاب بانان؟ كان يعطي كل مسترشد فقرة من المحاضرة ويطلب منه أن يلخصها ويعلق عليها، ثم يناقشها المسترشدون في المجموعة الإرشادية. أما بالنسبة لموضوعات المحاضرات والمناقشات، فكانت تدور حول التكيف والصحة النفسية والتوافق بين الجسم والعقل وتأثير الحالة الانفعالية على الجسم. كذلك تدور المحاضرات حول الدين والعقيدة. طبعا هو شوفوا يعني عم يعطي كثير شغلات نحن بتهم الطلاب، إنه الحالة الانفعالية، الدين والعقيدة، في كثير يعني بعد أخذ الإذن في طرح المشكلة دون ذكر الاسم أو مناقشة اتجاه الرأي. يعني إنه أحيانا نحن نطرح رأينا أو إجابتنا، ولكن بدون ما حد يعرف اسمنا، يعني بحيث أنه ما بيصير في إحراج لهذا الموضوع. بالنسبة للمحاضرين، قد يكون غالباً المرشد، لأنه أنت اليوم عم تعمل جلسة إرشادية، راح تكون أنت المحاضر، بدك تقدم نصح إرشاد، بده يكون المحاضرون أشخاص آخرين تم دعوتهم عن طريقك حصراً، وهذا بيكون باختصاصات مختلفة، بده يكون لأنه أنت المرشد بدك تدعيهم، هو الطب والاجتماع والتوجيه التربوي المختص في المهن المختلفة. طبعاً بيكونوا استفادوا منه. طبعا نستخدم نحن بالمحاضرات اللي بدنا نعطيها بهذا النوع رسوم توضيحيه، كتب، احيانا افلام. بالنسبه للمناقشه، قد تكون مثل ما حكينا انه ضمن المحاضره او بعد ما بننتهي من المحاضره، او احيانا بيكون النقاش يعني بين فيما بعض، يعني بيكون انه مثلا في مشاكل بدنا نحاول انه نوصل لحلها. نحن نترك الطلاب انه يتناقشوا بهذا الوضع، بحيث انه هن راح يقتنعوا انه هذا السلوك غير صحيح ويجب تغييره، سواء بتركه او بالتعديل او بتغييره بشكل كامل. الطريقه الرابعه هو النادي الارشادي. هاي من اساليب الارشاد الجماعي، النادي الارشادي. يقوم هذا الاسلوب على النشاط
العملي والترفيهي والترويحي كالرياضة بأنواعها والرحلات والنزهات ومشاهدة الأفلام والبرامج. أي حل العمل والنشاط محل الكلام. يكثر استخدام هذا الأسلوب مع المسترشدين الذين يخلطون بين مركز الإرشاد أو العيادة النفسية وبين مشفى الأمراض العقلية، طبعا الذين يكرهون زيارتها. طبعا نحن يعني هذا الأسلوب بيكون عبارة عن نشاط ترفيهي. يعني في ناس بترفض إنه تروح مثلا إنه على طب نفسي أو غيره، بيقول لك شو أنا مثلا أنا ما عندي مرض، أنا مستحيل، شو بدك تاخذني مثلا تعملني مجنون أو غيره. لا، نحن هذا الأسلوب الترفيهي هو راح يوصل هاي النتيجة طبعا، وبينفع لإقامة علاقات صحيحة مع أقران الآخرين. ليش؟ لأنه بيقوم على الترفيه. طبعا هذا بيفيد مع التلاميذ الذين يعانون من الحرمان والرفض في المدرسة والبيت. يعني اليوم ممكن هذا الطالب أو الطفل ممكن عم يعاني من حرمان شيء ما في البيت، عم يعاني من أسلوب مثلا أي أسلوب عنف أو أي شيء. فنلاقي نحن بنطبق أسلوب الترفيه والرياضة والأفلام والبرامج بهذا النوع. من رواد في هذا الأسلوب سلافسون. أما بالنسبة للجلسة الإرشادية تكون في جو يسود الأمن والطمأنينة، وتبدأ بنشاط معين مثل القيام برحلة أو لعب كرة أو قدم أو تمرين موسيقى أو شيء من هذا القبيل. طبعا عادة تكون هناك غرف خاصة للأنشطة الترفيهية. نحن شفتوا في عنا غرف صديقة للطفل، في عنا غرف كذا، في عنا أحيانا هوايات مثلا الطفل. نحن يكون عندنا مثل غرفة ألعاب، فالطالب يختار اللعبة اللي بتناسبه. نحاول إنه نبعد هذا الأطفال عن العدوانية الانطوائية الانبساطية. مثلا عندما تنتهي الجلسة يجتمع المسترشدون لتناول الطعام والشراب، يناقشوا بعض المواضيع الذين يرونها مهمة. مثلا بالنسبة للمرشد يكون دوره هنا حياديا، وقد يشارك المسترشدين بعض الأنشطة يعني من غير أن يفرض عليهم رغبات، بل تبقى رغبات المسترشدين سارية المفعول، ولكنه عندما رأى سلوكا معوجا من المسترشدين يسعى لتعديله. طبعا هذا الأسلوب أسلوب النادي الترويحي يتميز بعدة ميزات. أول شيء يتصرف المسترشد بتلقائية. يعني اليوم نحن بالنادي الترويحي نحن ما فرضنا على المسترشد شيء، هو راح ينضم له برغبته طبعا دون تكلف، راح يكون عنده تلقائية بالانضمام، ما في عنده أي مشكلة بهذا الانضمام. نحن من خلال الملاحظة بنحاول إنه نشخص حالته، بتعطينا خيارات ترفيهية، نفهم إنه شو عم يشتغل من خلال الألعاب الملاكمة اللي نحن بنلاحظ إنه مثلا الطالب اللي عنده نزعة عدوانية بيتجه نحو الملاكمة، مثلا بيحب إنه يضرب بالرياضة. نحن من خلال هالأمور نستنتج كثير مشكلات عند الطفل. طبعا تنمو عدة أنشطة في هذا الأسلوب لدى المسترشد، مما يزيد في خبرته ويزيد لدى المسترشد القدرة على التفاعل والتوافق الاجتماعي وبناء الصداقات والعلاقات. يقل لديه الميل للانطواء والخجل والانسحاب والانعزال، وهذا بالنهاية يؤدي لخفض التوتر والقلق لدى المسترشد ويزيد في درجة تكيفه وانسجامه مع المحيط، وهذه الضالة المنشودة بالنسبة للإرشاد. طبعا هذول أساليب الإرشاد الجماعي. نحن أخذنا 4 أساليب، مين بيعدلني إياهم؟ غير بسمة، نحن بدنا وجوه جديدة. رولا، ريم، تيماء، مين؟ ايه دكتور، انا معك. تفضلي بس ريم، تفضلي ريم. ايه بس ما مبين عندي تفضلي، نحن أساليب الإرشاد الجماعي نحن حكيناهم، يعني لازم تكوني متابعة معنا. تفضلي. ايه دكتور، يتصرف المرشد لا، نحن بدنا الأساليب. أول شيء حكينا إنه المسرح التمثيلي، وشو حكينا بعده؟ لعب الأدوار، وبعده شو حكينا؟ المحاضرات أو المناقشات الجماعية، وبعده حكينا إنه النادي الترويحي، يعني الترويحي للطلاب. طبعا يتميز أسلوب النادي الترويحي بعدة ميزات، تفضل احكي لنا عنها. تفضلي.
ما في حدا. طيب مزايا الإرشاد الجماعي، شو مزايا الإرشاد الجماعي يا شباب؟ للإرشاد الجماعي عدة ميزات. أول ميزة خفض عدد المرشدين، أي عدد أقل من المرشدين لعدد أكبر من المسترشدين. يعني اليوم من الإرشاد الجماعي له ميزة إنه المرشدين بيكون عددهم أقل مقابل المسترشدين. يعني اليوم مثلا مرشد واحد بيكون له عدد كبير من المسترشدين. بيقل عدد العمليات الإرشادية، لأنه أنت مثلا راح تعمل جلسة إرشادية ل40 طالب أو ل30 طالب أو 15 طالب، فبتوفر أنت بهذه الطريقة مثلا النفقات والوقت والجهد. يعني اليوم أنت ما راح تجي لكل طالب بطالب وتعمل له جلسة إرشادية، وهذا بياخذ من وقتك، يؤدي نفقات أكثر إلى يعني أمور لوجستية أكثر. فأنت بالإرشاد الجماعي بتحاول إنه تختصر هذه الأمور كلها. هذا الأسلوب طبعا مفيد للدول الفقيرة. ليش؟ لأنه هاي الدول فيها نقص بعدد المرشدين. طبعا ممارسة الأنشطة المختلفة في هذا الأسلوب مفيد للحياة اليومية، يمكن ترجمتها بالحياة الواقعية. يعني اليوم نحن أي نشاط نحن عم نأديه بجلسات اجتماعية للمسترشدين، نحن دائما بينطرح على مشاكل اجتماعية، مشاكل يومية كذا، فنحن هاي المشاكل نحن راح نلاقي لها حل من خلال هاي الجلسة، وهي تنعكس علينا بشكل يومي، وبتصير عندنا أنشطة حياتية طبيعية بنعلم إنه الطفل على تجاوزها عن طريق أسلوب حل المشكلات اللي يوقع فيها. طبعا ينمي القدرة على بناء العلاقات الاجتماعية والتفاعل الاجتماعي. نحن من خلال جلساتنا الإرشادية راح يكون في تفاعل بين المسترشدين فيما بعض، بين المسترشدين والمرشدين أو المسترشدين والمرشد، فراح يكون في نقاشات جماعية، راح يصير في تفاعل، راح يصير في تنافر بعض الأحيان بعض الجماعات، راح يكون مثلا في علاقة ود، علاقة تأييد، فنلاقي أنه بيصير المسترشدين يميلوا لبعض، يعني تزيل الحواجز، تروح الأمور، بحس حاله أنه انخرط في المجتمع اللي حواليه بشكل غير مباشر. طبعا نحن مثل ما حكينا أنه دائما هاي المشكلات أو الأحداث اللي نحن والأنشطة اللي نحن راح نخلي التلميذ ينفذها هي بتكون بطريقة مشكلات واقعية. هاي المشكلات نحن بدنا لها حل، هذا الحل بده طريقة فاعلية أكثر، فهو راح يكون عن طريق هذا الأنشطة اللي عم ننفذها، وبنحل المشكلات بطريقة واقعية ومن صلب حياة المسترشد أو الطفل الذي نقوم بإعطاء هذه الجلسة. طبعا تدل الدراسات بأن المسترشد غالبا ما يحصل على نتائج إيجابية في تعديل سلوكه. نحن مثل ما حكينا أنه نحن أحيانا إذا بنوجه ملاحظات أو نمتعض مثلا من أنه نعطي محاضرة وبعدين نتناقش فيها أنه شو رأيك بهذا، أو نمثل نجري دور تمثيلية، فالبطل ربما يكون شرير أحيانا، ربما يكون صاحب خير. فأحيانا إذا تلاقي أنه الطالب أو الطفل يتخمص شخصية هذا الشخص، ونحن شفنا نحن كنا أطفال صغار كان يطلع مسلسلات، فنحن البطل أحيانا إذا كان طيب ويصير له مكروه نبكي عليه لأنه تقمصنا شخصيته، أو إذا كان شرير فنحن نفرح إذا بيصير له أي سوء. فلذلك نحن من خلال هاي التمثيليات أو غيره بنحصل على نتائج إيجابية بتعديل السلوك من غير نحن ما نفرض على الطالب أو المسترشد أي شيء. طبعا من خلال الأنشطة نحن بتخفض الانطواء والعزلة بصورة ملحوظة. يعني بيصير الطالب يتفاعل مع الأقران اللي تبعه، مع زملائه وكذا، بتنمي ثقته بنفسه لأنه بيصير هو يناقش بحرية بدون أي قيد أو شرط. نحن بنترك له حرية الرأي وحرية الاختيار، وشو بدك تطرح موضوع أهلا وسهلا، نحن لا نقمعه ولا نمنع عنه أي شيء. طبعا يشجع المسترشد على العمل، لأنه هناك من يعاني من نفس المشكلة أو شبيه لها، وبالتالي يقاسمه الآلام والآمال. يعني اليوم هو بحس أن المشكلة مو بس مشكلته، مشكلة زملائه كمان هن نفس المشكلة، فهو ما بحس أنه في عنده عقدة نقص أنه هاي المشكلة بتخصني بس إلي. يعني بيشوف أنه الزملاء واقعين بنفس المشكلة، بدهم يحاولوا يحلوا نفس المشكلة، فلذلك أنه يحاول يحل هاي المشكلة.
طبعا هاي الطريقة أو طرق الإرشاد الجماعي هاي بتساعدنا نحن بتبادل الخبرات، كل واحد عنده خبرة شكل بيعطيها لزميله، بيستفيدوا من بعض، بيتجنبوا الوقوع في الأخطاء. بنفس الوقت بحس إنه المسترشد هو عم يعطي خبرته وعم ياخذ خبرة غيره، يعني عم ياخذ ويعطي بنفس الوقت. ونحن مثل ما حكينا إنه بتساعد إنه على التنفيس الانفعالي. ليش؟ لأنه كل واحد راح يحكي اللي بيجول في خاطره بدون ما حد يحاسبه أو بيكون شرطي على قراراته أو تصرفاته. شو عيوب الإرشاد الجماعي؟ نحن ميزات الإرشاد الجماعي حلو كثير، فما بدنا نحن المشكلة مقررنا كبير وعم نبطئ بحيث إنه نفهم كل شيء ناخذه. نحن ما بدنا نسلخ سلخ ونمشي ونترك لكم الكتاب كمرجع، عم نحاول إنه الأمور اللي ناخذها بنستفيد منها وبنكون فعلا فهمانينها، يعني حتى لو كان عندنا تأخر ببعض الأبحاث، ولكن احنا راح ناخذ إن شاء الله الأبحاث المهمة وبنستفيد يعني من كل شيء ناخذه، أما اللي ما أخذناه يعني بيكون خلاص ما مطلوب منه. عيوب الإرشاد الجماعي، شو عيب؟ أول عيب للإرشاد الجماعي إنه نحن في ناس عندها خجل، ولو إنه نحن حكينا إنه يقضي على مثلا على الانطواء والعزلة وغيره، ولكن في ناس بتحرج من طرح المشكلة قدام الآخرين، وهاي أحد العيوب. في ناس ما بتحب تطرح هذا العيب. طبعا احتمال ظهور بعض المضاعفات نتيجة عدم تجاوب المسترشد أو تعلمه أنماط غير سلوكية لم تكن موجودة من قبل، يعني أحيانا إذا المسترشد ما تجاوب معنا وتعلم شغلات ما أنا كويسة من الجماعة، طبعا لأنه كل واحد عم يطرح رأيه، ورأيه طبعا نحن ما عم نحكي إنه كله ملاك. يعني صعوبة العملية الإرشادية وزيادة مسؤوليات المرشد، يعني ليش العملية الإرشادية راح تكون صعبة؟ لأنه أنت اليوم عم ترشد مو شخص واحد، عم ترشد 15 شخص أو 10 أشخاص أو مثلا 20 شخص لنفرض إنه، فهدول ال 15 ال 20 كل واحد له قضية، كل واحد له حالة نفسية شكل، كل واحد له بيئة شكل، يعني أنت عم ترشد 20 حالة يعني، فبدي يكون عندك زيادة مسؤوليات، بدي تكون صعوبة وتشعبات بهذا الموضوع. أيضا قد يعني بيكون عندنا اهتمام بالمشكلات العامة على حساب الخاصة، يعني دائما نحن نطرح مشكلات تهم الجميع وبنهمل مشكلة هذا الفرد اللي بدنا نرشده بشكل خاص. قد يعيق القرار الجماعي والتزام من قبل المسترشد إشباع حاجات المرشد، يعني اليوم نحن دائما في قرار جماعي، ولكن هذا القرار الجماعي قد لا يناسب المسترشد، أحد المسترشدين، فنحن هون بيصير عندنا مشكلة. يعني عدم قدرة المرشد على إحداث تغيير جذري في سلوك المسترشد، ليش؟ لأنه نحن يعني عم نرشد مجموعة، فممكن في بعض الطلاب أو في بعض المسترشدين ما راح نحسن نغير بقناعته أي شيء، ممكن في ناس تتغير، ولكن من عيوبه كونه جماعي، كونه نحن ما عم نرشد كل شخص بشخصه، في ناس ما راح تستجيب معنا. عدم قدرة إنه إحداث تغيير في سلوك المسترشد تجاه فكرته للحياة والمحيط، لا يمكن استخدامه مع الأشخاص الذين يعانون من مشكلات جنسية كالانحراف الجنسي والمثلية الجنسية، ولا يمكن استخدامه مع الاضطرابات النفسية. طبعا نحن هون نحن لازم يكون الشخص شبه ما سوي، يعني ما اللي عنده فصام أو اللي عنده هوس أو اللي عنده شغلات تانية، فنحن ما بنحسن بنستخدم معه. طبعا في ايضا ملفات تخص الشخص بدها تكون نوع من السريه، ما بيحسن يشاركها مع الاخرين، كمان هاي ما بينفع معه الارشاد الجماعي. احيانا بتصير في مهاترات جماعيه بالمناقشات ما بتخدم العمليه الارشاديه، وهاي بتضيع الهدف اللي نحن بدنا اياه ناخذه. نقاط الاختلاف والاتفاق، تماما بس زميلك دكتور لو الهيثم، سمحت، بس تفضلي تفضل. لو سمحت دكتور، في البند الخامس نعم في قد يعيق القرار الجماعي التزامه من قبل المسترشد اشباع حاجات المسترشد الشخصيه، هون في كلمه منه لازم يكون المرشد. لا، الالتزام من قبل المرشد إشباع حاجات المسترشد. نعم، لانه مكتوبه بالكتاب المسترشد اول لا كلمه. لا، في خطأ، يعني في خطأ. قد يعيق والتزامه من القرار الجماعي، مين بده يتحمله؟ لا، هل المرشد المسترشد، هل نحن في قرار جماعي، نحن بدنا نتخذ قرار جماعي، مين بده يتحمله؟ هو المسترشد. ومين مسترشد ايه ومين بده يتحمل حاجاته وبيشبه حاجاته كمان للمسترشدين؟
هذا القرار الجماعي ايوه هو ما تحكي هو صحيحات. نعم نعم الله يجزيك الخير. هو تحمله، ولكن بده يشبه حاجاته، هاي بتعيقه لانه مستحيل تلبي حاجاته. طبعا نحن ما يعني ما انتبهنا لهي. في عندنا مقارنه الله يا شباب، يجزيك. بس ما عندنا وقت لانه شوي مقارنه ضخمه، بس بدنا يعني الامر كونه انا بس بالارشاد يعني اول كم بحث حلوين كثير، يعني اول 120 صفحه نحن فضلنا ناخذهم بحرفيتهم. يعني مقارنه الارشاد الفردي مع الجماعي، في نقاط اتفاق بالاهداف طبعا، وفي عندك اتفاق بالاجراءات العامه، وفي اتفاق انه الحالات مسترشدين، انه انت عم تتعامل مع اشخاص، وفي انه يعني في عندنا احيانا ارشاد فردي وارشاد جماعي تتعرض لطوارئ، شغلات طارئه بالارشاد. هاي نقاط الاتفاق. الاختلاف طبعا كثيره، طبعا نحن راح نعرضها. طبعا الارشاد الفردي زمن الجلسه مثلا 45 دقيقه او اقصر، الجماعي ساعه ونص او اطول لانه جماعي مثل المحاضره. الارشاد الفردي بيكون التركيز على الفرد، الجماعي على الجماعه. الفردي بيركز على المشكلات الخاصة للفرد مثل ما حكينا، الجماعي مشكلات عامة، دائما ما بيطرح مشكلة فرد بذاته. يعني الإرشاد الفردي ذو فاعلية في حل المشكلات الخاصة ذاك بحل المشكلات العامة الجماعي. هون يظهر اصطناعيا أكثر الإرشاد الفردي، إنه نحن أحيانا نتصنع شغلات، بينما الجماعي لا، بيظهر طبيعي وعفوي. هون تتميز العلاقة الخاصة بين والقوية بين المرشد والمسترشد، لأنه هو إذا ما كان مطمئن بالنسبة لك ما بيحكي لك ولا بتحسن تاخذ منه أي شيء. يعني هنيك لا، في علاقة بين كل أفراد المجموعة دون تمييز بين مسترشد وآخر. يعني أنت في عندك علاقة عم تتعامل مع الجميع بسواسية، هون بده يكون في عندك علاقة من نوع خاص بالنسبة للإرشاد الفردي. هون ما في جو اجتماعي عام، لأنه أنت عم تعزل المسترشد بشكل تام، بينك وبينه ما حدا بيخبر أي خبر إلا أنت وهو. هنيك لا، في جو اجتماعي من قبل زملائه بشكل عام، يعني هو عم يلاحظ أنه حواليه مجتمع كامل. هون يتسم دور المرشد بأنه أسهل وأقل مسؤولية. ليش؟ لأنه أنت اليوم بينك وبين المرشد حصرا، يعني هنيك، أو المسترشد. هون بده يكون بينك وبين مجموعة من المسترشدين، فمسؤوليتك بتكون أصعب. المسترشد طبعا بالإرشاد الخاص بيعطي أكثر، يعني دوره بياخذ دور أكثر يعني ويكون دوره سلبي. ليش سلبي؟ لأنه هو أحيانا بيرفض كثير شغلات بالنسبة للإرشاد الخاص. بالعام نحن عم نحفز الشغلات الإيجابية. الأمر يأتي من المرشد وكأنه صادر عن سلطة بالنسبة للإرشاد الخاص أو الإرشاد الفردي. يعني بالجماعي لا، مجموعة إرشادية، يعني أنت عم تتقبل حلول هالمجموعة اللي حطتها كلياتها. يعني هون أنت كمرشد بالإرشاد الفردي بتستغل مهاراتك الشخصية وعلاقاتك الشخصية وعلاقاتك الإرشادية مع المسترشد. طبعا كيف أنت بتنشئ علاقات على أساس أنه متعاطف معه، انت كذا، وبده يأمن لك، بده يكون من جنبك. بالنسبة للإرشاد العام أو الإرشاد الجماعي، بيستغل المرشد الآليات أو القوة الإرشادية في المجموعة. أنت شو في عندك قوة بتأثر على هذه المجموعة لحتى تأخذها. يعني أنت ما راح يكون عندك علاقة بين أي مسترشد بشكل خاص. لحد هون نوقف ولا نتابع يا شباب؟ لأنه ما ظل عندنا تقريبا 3 دقائق. راح ناخذ الإرشاد باللعب، ناخذ شو ما وصلنا فيه ناخذ. كيف نحن الإرشاد باللعب؟ اللعب هو طريقة من طرق التعليم. طبعا نحن في طريقة من طرق التدريس هو اللعب، وهي الطريقة بتحاول إنه نحن إذا نأمن للطالب أو للمسترشد ألعاب، فهي بتبصرنا على حقيقة عالمه الداخلي من خلال لعبته، مع طريقة لعبته بهاي اللعبة، من خلال تعبيره عن مشاعره. نحن بنعرف إنه مثلا إذا كان هذا الطالب يجي مثلا على مجموعة مجموعة ألعاب ويختار لعبة الملاكمة، نحن بنحس إنه عنده كبت في البيت أو غيره. طبعا نحن هاي الألعاب بدها تكون مدروسة بشكل واقعي تناسب هذا الطفل، وبدها تكون تساهم في تعدل سلوك الطفل، وبدها تكون بتناسب عمره. يعني فنحن من خلال هاي الألعاب نحن بنفهم دوافعه. شو الأدوات المستخدمة للإرشاد باللعب؟ يعني اليوم نحن إذا بدنا نرشد مجموعة من الطلاب في اللعب، بده يكون عندنا مجموعة من الدمى،
هاي الدمى تمثل كل الأسرة اللي حواليه، لأنه هو بيكون أول مشكلة عنده الناس اللي حواليه، يعني الأب الأم الأخوة الأخوات الأعمام الخوال الجيران. دمى لجنوده أنواع من الأسلحة، منزل مصغر للعرائس، في آثاث، في غرفة، يعني مثل الألعاب اللي عم يلعبوها الأولاد الصغار، حيوانات مصغرة، دمى عادية من القمة والبلاستيك والقماش، طبعا طباشير ملونة، صلصال أو معجون. طبعا هاي الألعاب ألوان مائية، تراب ورمل، مجموعة من نماذج السيارات، لعبة هاتف. نحن هاي الألعاب هي بتتنوع وتخلي الطلاب يعني أو الأطفال بيشتركوا بهاي الألعاب، ونحن من خلال هاي الألعاب نحن بنرشدهم من خلال الألعاب هاي، ونحن نفهم نفسيتهم من خلال شو بيشتغل بهاي الألعاب. طبعا هاي الألعاب تكون سهلة وبسيطة وتكون أفضل للعملية الإرشادية. كيف استخدام الإرشاد باللعب؟ يعني نحن في عندنا استخدامات الإرشاد باللعب. أول شغلة وضع مستر عام 1982 الاستخدامات التالية للإرشاد باللعب. أول شغلة التشخيص والفهم، بدك تشخص المشكلة وتفهمها. بعدين بدك تبني علاقة إرشادية مع الطفل أو المسترشد اللي أنت بدك أمنت له هاي الألعاب، بدك تبني علاقة إرشادية. بعدين بدك تسهل الكلام بينك وبينه، انه تخلي انه تستنطق هذا الطفل او تخليه يحكي، بيكون بينك وبينه. بعدين تعلمه طرق جديده للتصرف اليومي، بتساعد الطفل على اظهار ما في الشعور وخفض التوتر اليه. لهون نحن بنكون وصلنا لنهايه محاضرتنا. الله يعطيكم الف عافيه، واللي عنده سؤال يجاوبنا يسالنا. طبعا مين عنده اي سؤال؟ وين يا شباب؟ ما في حدا؟ معقول يعني رولا؟ دكتور معك. في عندكم أي سؤال؟ لا تمام، الله يعطيك العافية. الله يعافيكم. نحن لهون ننهي إن شاء الله، بعد ال 10 دقائق راح نبعث رابط، بس ابعتوا لي اللي بدهم يناقشوا، بس يبعتوا لي هلا مباشر ألو لحتى أثبت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عدنان جاهز؟ جاهز إن شاء الله دكتور. تمام، معك أقل من 10 دقائق، يعني 7 8 دقائق، في 10 دقائق أيوه، في زملائك بدهم يناقشوا، فتفضل تمام دكتور، ناشد بحضرتك. نعم أنا راح أختصر الحواشي وأقرأ المهم إن شاء الله. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عندي عنوان البحث سمات الشخصية للمرشد النفسي بإشراف حضرتك الدكتور باسم المزيد وعدد طلاب النفسون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمام الأكمال على سيد الخلق محمد. يقول تعالى جل شأنه: فوق كل ذي علم عليم. ويقول سيدنا رسول الله: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. مخطط البحث عندي يا دكتور، كتبت مقدمة للبحث. ما هي السمات الشخصية؟ السمات الشخصية الكبرى، أنواع السمات الشخصية، عوامل تحدد السمات الشخصية، ونصائح لتطوير السمات الشخصية، سمات المرشد النفسي، والكفايات التي يحتاجها المرشد النفسي، والخاتمة والمراجع. الإطار النظري للبحث، أهمية السمات الشخصية. السمات الشخصية تلعب دورا هاما في تحديد سلوك الفرد وتأثيره على الآخرين. تسهم في بناء هوية الفرد وتشكل أساس للتفاعلات الاجتماعية والعلاقات الشخصية. ثانيا، دور هذه السمات، دور السمات الشخصية للمرشد في العملية التعليمية يتضمن توجيه الطلبة وتحفيزهم وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والتفاعل بشكل فعال مع الطلبة والمعلمين. يتعلق ذلك بالصبر والتواصل الجيد لتحقيق بيئة تعليمية إيجابية. إيجابيات وسلبيات البحث: إيجابيات السمات الشخصية تتضمن تعزيز النجاح والرضا الشخصي، بينما السلبيات تؤثر على العلاقة والأداء، وتم التعريج على كل منهما وفق مصادر متنوعة.
مقدمة البحث راح نتجاوزها هي عن أهمية البحث. بدنا نشوف ما هي السمات الشخصية، تعكس السمات الشخصية أنماط الشخصيات المختلفة وطريقتها في التفكير والشعور والسلوك، كما توضح درجة استقرار الشخصية واتساقه في الصفات والسمات المختلفة، إذ يبرز اختلاف الشخصية عن بعضها البعض بسبب امتلاكها نسب متفاوتة من كل سمة شخصية تظهر عند الشخص الواحد في مختلف المواقف ومع مرور الوقت. وبالرغم من أن الشخص يولد بمعظم سماته الشخصية، إلا أنه يستطيع تطويرها في شخصيته. إذن سمات الشخصية هي قابلة للتطوير. عندنا السمات الشخصية الكبرى، هناك خمسة من السمات، أو واحدة منها هي الانفتاح. الانفتاح يحفز الانفتاح القدرة على التخيل، ويمتلك المنفتحون عدد كبير من الاهتمامات ويهتمون بالآخرين وبالمجتمع والعالم من حولهم. السمة الكبرى الثانية هي الضمير الحي، تؤثر سمة الضمير في التفكير والقدرة على التحكم في الانفعالات والسلوكيات، ويتمتع الأشخاص الذين يمتلكون قدر عالي من الضمير بالنظام والرقابة الذاتية، ويفكرون في أثر تصرفاتهم على الآخرين، كما يخططون للمستقبل ويلتزمون بمواعيد التسليم التي يضعونها ويهتمون بالتفاصيل الدقيقة. السمة الثالثة هي الانبساطية، ترتبط سمة الانبساطية بالقدرة على التواصل الاجتماعي والتحدث وامتلاك مهارات التعبير والذكاء العاطفي، إذ يحصل الأشخاص المنبسطون على المزيد من الطاقة والإثارة من المواقف الاجتماعية والاحتكاك بالآخرين، ويفضلون بدء الحديث ولا يفكرون في الكلام قبل البوح به. على الجانب الآخر يستمتع الانطوائيون، أي عكس الانبساطيون، بعزلتهم والجلوس وحدهم، حيث يعيدون شحن طاقتهم في معزل عن الناس، ولا يحبون أن يكونوا مركز الاهتمام والحديث، ومن الصعب عليهم بدء المحادثة مع الآخرين، كما يفكرون في الكلام بحرص قبل الحديث. السمة الرابعة هي الوفاق، تتصل سمة الوفاق بصفات أخرى كالثقة والطيبة واللطف والإيثار، ويتمتع من يمتلكون درجة عالية من الوفاق بالرغبة في التعاون والاهتمام بالآخرين ومراعاتهم وتقديم يد العون لهم، ومن السهل أن يشعروا بالتعاطف تجاههم ويستمتعون بإسعاد غيرهم. الصفة الخامسة هي العصابية، أي ترتبط الشخصية التي تسمى العصابية بالحزن والمزاجية والمشاعر غير المستقرة، ويعاني العصابيون من تقلبات المزاج ومشاعر الغضب والضيق والضغوطات المختلفة وصعوبة العودة للاستقرار بعد مرور الوقت الضاغط، بينما يتمتع من يمتلك سمة العصابية بدرجة بسيطة من الاستقرار في المشاعر. الجدير بالذكر هنا أنه لا يوجد شخص يمتلك السمة الشخصية وآخر لا يمتلكها، إنما تظهر كل سمة بنسبة معينة في الشخص، وتتحدد السمة الشخصية الغالبة على الشخص وفقا للسمة الأكثر بروزا وتواجدا في شخصيته، وتنبعث من السمات الشخصية الأساسية السابقة العديد من السمات الثانوية، سواء كانت سمات شخصية أو إيجابية. يعني بالمختصر، كل شخصية هي معرض لتعديل السلوك، يعني نحسن نغير فيها السمة. عندنا رابعا بالبحث أنواع السمات، هناك نظريات مختلفة للسمات الشخصية، إلا أنه يمكن تصنيفها إجمالا إلى نوعين: سمات شخصية إيجابية، ورح نقرأ إن شاء الله على عجالة. السمات الشخصية الإيجابية هي السمات الشخصية التي تفيد شخصيتك وتساعد على أن تكون شخصا أفضل، كما تستطيع مواجهة التحديات بشكل أفضل، أو أن تتأقلم بسهولة مع صعوبة أو مع صعوبات الحياة عفوا. ومنها الطموح، التواضع، القابلية للتكيف، الموضوعية، الثبات، الرأفة، التعاون، المودة، المراعاة، الاحترام. النوع الثاني هي السمات الشخصية السلبية، هي التي تضر بك أكثر مما تنفعك، فقد تؤثر على علاقاتك وتجذبك للخلف بدلا من دفعك للأمام، ومع ذلك يساعدنا معرفة سماتنا الشخصية السلبية في معرفة أنفسنا معرفة أفضل، مع توفير فرص أفضل في التطوير والتحسين. ومن هذه الصفات السلبية الغرور والعنف، البرود، سرعة الحكم، الأنانية، الانسحاب، الإهمال، تقلب المزاج، الخداع، القسوة. خامسا بالبحث عن عوامل تحدد سمات الشخصية، هناك 3 عوامل نقرأ أيضا على عجالة. الأولى هي الاتساق، أي لا بد لكل أن يكون الشخص متسق التصرفات إلى حد كبير. ثانيا الاستقرار، يتمتع أصحاب السمات الشخصية بقدر كبير من الاستقرار عبر الزمن في تصرفاتهم، فالشخص الثار في عمر ال20 سيظل يتمتع بنفس السمة في عمر ال30. العامل الثالث الفروق الفردية، تختلف نفس السمة الشخصية من فرد لآخر، فمجرد التحدث لا يعني امتلاك سمة الثرثرة ولا يعني القدرة على المشي أن الشخص يمتلك سمة النشاط، بينما العامل المؤثر هنا هو مدى تكرار الفعل، والذي يحدد إن كان الشخص يمتلك سمة الثرثرة أو لديه مستوى نشاط عالي. عندنا سادسا نصائح لتطوير السمات الشخصية،
أولا، أول نصيحة، تعرف أكثر على سماتك الشخصية. كلنا نمتلك مجموعة من السمات الشخصية السلبية والإيجابية، لذلك مثلما عليك معرفة سماتك الإيجابية تحتاج أن تضع يدك أيضا على سماتك السلبية، وتعني هذه العملية بمحاولة تعنى عفوا بمحاولة تطوير ذاتك والوصول إلى النسخة الأفضل من شخصيتك دون الاستغراق في جلد الذات أو نقدها. النصيحة الثانية، حدد السمة التي ترغب في تغييرها أولا. ما إن تمتلك قائمتك الخاصة، اختر السمة التي ترغب في تطويرها والتركيز عليها، والأفضل أن تبدأ بسمة بسيطة وسهلة ولكنها في الوقت نفسه مؤثرة وترتبط بإحدى السمات الخمس الأساسية أو تنبثق منها. فإن كنت ترغب في تطوير سمة الانبساطية، عليك أن تبسط المهام. فمثلا يمكن أن تبدأ بالتعود على بدء محادثات اجتماعية بسيطة مع معارفك دون إطالة الحديث. النصيحة الثالثة، ادمج السلوكيات الإيجابية في حياتك. لعل أنسب طريقة لاكتساب عادة جيدة والتخلي عن أخرى سيئة يكمن في معايشة العادة الإيجابية واستبدال السلبية بها. على سبيل المثال، إذا رغبت في التحلي بالصبر، يمكن أن تحتك بالأشخاص الصبورين وتراقب سلوكياتهم وممارساتهم في التعامل معهم أو مع الأحداث اليومية المختلفة، وكيف يواجهونها بسمة الصبر. ولا مانع أن تسألهم مباشرة عند الحاجة حول كيفية المحافظة على هدوئهم وصبرهم. طيب بدي أسألك عدنان، بس الفروق الفردية، إنه ليس كل شخص يستطيع التكلم أو التحدث نقول عنه ثرثار، ولا كل شخص يستطيع المشي نقول عنه إنه نعم فرط حركة. شو نعم الميزة اللي تخلينا إنه نقول إنه هذا الشخص ثار أو هذا الشخص عنده فرط نشاط؟ دكتورة، هل هي مدى تكرار الفعل؟ لما ممتاز، قرأت إذا هو تكرار الفقرة، الفعل، سبحان تكرار الله، الفعل، هي الله يجزيك الخير. مدى تكرار الفعل. وإياكم يا دكتور، تابع. زملائك، في عندكم أي مناقشة لزميلكم عدنان؟ لأنه نحن بدنا نختصر حلقتك، ما شاء الله شيقة وطويلة، بس في عندك مشكلة بالتوثيق. يعني نحن قلنا أنه توثيق الحواشي، ليش ما حطيت خط وثقت؟ أو حتى إذا بدك توثق على الطريقة الأمريكية ABA6، لازم تكون توثيق المتن، توثيق المراجع بغير هاي الطريقة. يعني الله يعطيك العافية عدنان. زملاء، مين عنده الله يناقش يعافيك يا زميلكم دكتور. عدنان بأي شيء؟ طبعا نحن نصحناك مرتين ثلاثة بتغيير التوثيق. ما قصرت أبدا دكتور، بس أنا بداية البحث صراحة كان من مرجع، أخذت كم كبير من مرجع واحد، يعني سبحان الله. فنهاية المحاضرة وثقت حواشي ووثقت بنظام ABA6. يعني تمام، الله يعطيك العافية. مين جاهز من الله يعافيك زملائنا دكتور. التانيين؟ أنا دكتور، أنا ريم، دكتور، سلام علوش. سلام سلام. علوش، تمام. وأنا بعد سلام دكتور، أنا بعد سلام، ما في إشكال. سلام، ثواني لان شو نشارك لك الملف. تمام. دكتور، أنا كمان أحمد نور سعد الدين، خجل عند الأطفال. هلا كمان لنشوف اذا ظل معنا وقت يا محمد، يعني نعطيك. تفضلي سلام. إيه تمام دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، النبي الأمين مبعوث رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ. هلا أنا حلقة بحثي تكلمت عن دور الإرشاد النفسي في دعم العملية التعليمية والتربوية. تمام، هلا أنا كمان سلام، معك عشر كمان دقائق فقط مشان نعطي تمام زميلك، ممكن يظل محمد نور سعد الدين وقت، ممكن ما يظل. نعم تمام دكتور، أنا راح أحكي بالمختصر، ما راح أحكي، لا أحكي المفيد إن شاء الله. تمام. هلا عندنا نحن أحكي بالملخص، يلعب الإرشاد النفسي دورا مهما في حياة الطالب من خلال خلق البيئة المناسبة للتعليم والتعلم وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال والمساعد على تجاوز المشكلات النفسية والاجتماعية والسلوكية التي تواجههم. ويكون الإرشاد بين المرشد والطالب هو عبارة عن علاقة مهنية يستخدم فيها المرشد مجموعة من الفئات والمهارات التي تساعد الطالب على فهم نفسه ومعرفة قدراته والتعبير عن مشكلاته نعم، التي تعيق نموه النفسي والاجتماعي وتؤثر في تعليمه. وبالرغم من التوافق على مهمات المرشد النفسي في المدرسة، إلا أن المهمات الوظيفية تختلف شيئاً باختلاف السياق الاجتماعي والثقافي لبيئة العمل أو الفئة العمرية أو نوع المؤسسة التي يعمل فيها المرشد. نعم هلا اللي عندنا الكلمات المفتاحية، الإرشاد النفسي المدرسي، دور المرشد النفسي، طرق الإرشاد النفسي، الحاجة إلى الإرشاد النفسي. رح أختصر أنا، رح أحكي على أهمية البحث. أهمية البحث تأتي أهمية هذا البحث من خلال التعرف على كيفية مساعدة الطلاب في جميع الفئات العمرية، وأيضا يهدف هذا البحث إلى مساعدة الطلاب على إيجاد الحلول للمشكلات والتغلب عليها.
ويهدف إلى مساعدتهم على تخطي جميع المراحل بأمان وبأقل قدر ممكن من الأذى النفسي. وعليه فإن الإرشاد النفسي أصبح مهما اليوم في جميع المراكز التعليمية. عندنا أهداف هذا البحث، يهدف هذا البحث إلى التعرف على الإرشاد النفسي في المراكز التعليمية، ويهدف أيضا إلى التعرف على المرشد النفسي ودوره في إيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي يعاني منها بعض الطلاب في جميع الفئات العمرية. وأيضا يهدف هذا البحث إلى التعرف على الخدمات التي يقدمها المرشد البحثي. أنا عامل دراسات مثل دراسة سعفان ودراسة حافظ وقاسم، نعم اثنتين دراستين. هلا أنا متكلمة كمان، بس رح أختصر هاي الفكرة إنه أنا معرفة الإرشاد النفسي يعني لغة واصطلاحا. رح أختصر هذه النقطة هون. عندنا نعم بس الإرشاد هو عملية نفسية أكثر تخصصية، وتمثل الجزء العلمي في ميدان التوجيه، وتقوم على علاقة مهنية، أي علاقة ذات وجهين بين المرشد والمسترشد في مكان خاص في زمن محدد أيضا. وأنا نعم ذاكرة إنه تعريف العلماء النفس شو ذاكرين تعريف الإرشاد النفسي، كل واحد على حدة. هاي كمان إنه بعض تعريفات الإرشاد طيب النفسي. يا سلام، انت عارفين الارشاد النفسي بوجهة نظرك انت بدون تعريف اي تمام واحد تمام محدد. تمام تمام دكتورة. لك عندنا الإرشاد النفسي أو المرشد النفسي هو الشخص المتخصص في الصحة والعلاج النفسي، إضافة إلى دراسة المواد المتخصصة في الإرشاد النفسي والقياس والتقويم، والذي لديه القدرة كافية على المعلومات عن الأمراض النفسية والاجتماعية، بالإضافة إلى التدريب العملي والخبرة في الإرشاد النفسي. هاي كوجهة نعم نظري. وكمان المرشد النفسي لازم يتمتع بعض صفات، أهمها الحفاظ على السرية التامة لمعلومات المسترشد، الرغبة في معاونة الآخرين وتقديم المشورة العلاجية بدون أي اعتبارات للون أو الجنس، يعني ما في تفرقة أو تمييز إنه ينحاز الشيء حدا. نعم ثالثا التحلي والتمسك بالقيم الأخلاقية والمثل العليا في القيم. رابعا القدرة على الإنصات والصبر وتحمل المسؤولية. نعم تماما. هلا في عندنا كمان نوعين للإرشاد، عندنا إرشاد فردي وإرشاد جماعي. هاي حكينا تتحدث نحن عنهم دكتور؟ نعم حكينا تمام بمحاضرتنا اليوم. نعم تماما يعني تمام يعني عليك دكتور. تمام. هلا قطع هون. هلا عندنا إرشاد نفسي بطريقة مباشرة وإرشاد نفسي بطريقة غير مباشرة، نعم وهناك اختلاف قليل بين دراسة نظريات التوجيه والإرشاد النفسي ودراسة نفس النظريات في إطار دراسة الشخصية. ففي الإرشاد والتوجيه يكون الاهتمام نظريا وعمليا، وليس من الضرورة معرفة تفاصيل نظرية بقدر معرفة فائدة وخلاصة عنها في حق الإرشاد النفسي والتوجيه التربوي. لا توجد قوانين عاملة للسلوك البشرية تنطبق على البشرية بنفس الصدق وبأكمله. وعلى هذا الأساس فإن المرشد يعتمد بعملية على أسس العديد من النظريات لحل المشكلات البشرية المعقدة، وليس على نظرية واحدة، لأنه لا وجود مثل هذه النظرية الواحدة بخصوص السلوك البشري في علم النفس. هلق تمام عنا تماما. هلق رح أحكي آخر شيء دكتور، يعني الخلاصة، الحاجة إلى الإرشاد النفسي. نعم تمام تمام هلق بنهاية هذا البحث إن الإرشاد النفسي أصبح مهنة وله مكانة في كثير من المدارس، بل وداخل البيوت أيضا. هاي دكتورة هاي أنا حكيت، يعني أنا اللي كتبت هذا الكلام. نعم الإرشاد النفسي أصبح مهنة وله مكانة قيمة في كثير من المدارس، بل داخل البيوت، وأصبحنا نسمع عنه الكثير عن تخصصات الإرشاد النفسي مثل المرشد المدرسي والمرشد العلاجي. أي إن الاتجاه أصبح تحول من أداة المرشد الممارس العام إلى المرشد الأخصائي. بعد يعني التمعن والنظر في مفهوم اتجه الإرشاد النفسي. من العمومية إلى الخصوصية. تمام. تمام أي طيب يا بعد سلام، انت التمعن. ليش ما وثقتي توثيق نعم حواشي اثناء ما كتبت الحلقة؟ حتى توثيق الطريقة الأمريكية ABA 6 ما انك موثقتي طبعا. توثيق قائمة المراجع النهائية ممتازة طبعا. الله يعطيك العافية دكتور. تمام، هلا أنا مين عنده أي ما سؤال يوجه لزميلتكم؟ السلام، تفضلي. تمام دكتور، الله يعطيك العافية. الله يعافيك. مين عنده هلا أي أنا سؤال؟ بالنسبة لهي الفكرة إنه هلا إنه توثيق الحواشي، إنه بعد كل فقرة إنه من وين أخذت توثق؟ أنا وثقت هذا الحكي بآخر لا، نحن في عندنا الحلقة. توثيقين، في توثيق مراجع تمام نهائي وفي توثيق حواشي بكل صفحة طبعا. تمام دكتور، الله يعطيك الله يعطيك العافية. العافية، مشكورة، يا سلام.
الله يسلمك يا رب، الله يسلمك دكتور. الله، مين جاهز؟ ريم ولا ريم او نور؟ محمد نور معك سعدين. جاهز دكتور. ريم، دكتور مين؟ معك دكتور. يلا بس لا اشارك لك الشاشة. نعم. تفضل ريم. بسم الله الرحمن الرحيم، كيف حالك دكتور؟ أخواني جميع، يا أهلا وسهلا. طبعا حلقة بحثي بعنوان تقنيات المرشد النفسي في التخفيف من العنف لدى المتعلمين في المدرسة. نعم عندنا أول شيء مقدمة، بقرأ المقدمة إلا أشوف. أنت الميكروفون عندك، أنت خذي راحتك بالمناقشة، إحنا ما راح نفرض تمام. عليك شيء. أول شيء بالمقدمة، تعد ظاهرة العنف من أخطر الظواهر على الإنسان عموما، رغم أنها بدأت منذ وجوده، ولكنها حاليا أصبحت تهدد استقراره. وما يحير أكثر هو خطورة العنف في الوسط المدرسي، وما يخلفه من آثار سلبية على التلاميذ بالدرجة الأولى وعلى المحيط المدرسي عموما وعلى المنظومة التربوية كمان خصوصا، فهي تسخر كل جهود الإمكانيات من أجل سير أفضل وضمان الاستقرار والارتقاء بالمستوى العلمي والاجتماعي والاقتصادي. ورغم القوانين المعرضة لظاهرة العنف، إلا أننا نجد مختلف الأشكال والأنواع للعنف داخل المؤسسات التربوية خصوصا الثانويات، لأنها تأوي فئة تمر بمرحلة حساسة من النمو الجسمي والنفسي والاجتماعي الذي يحول يخول لهذه العينة بممارسات غير عادية تطفي على نظرة الأسرة أولا وعلى نظام المدرسة ثانيا، بقصد إثبات الذات والتمتع بالحرية واستقلال الهوية. في ظل البحث دكتور عن الهوية، يتصادم المراهق مع المدرسين وطاقم الإدارة والأسرة ليكون الثمن فقدان الدراسة بالفشل أو التخلي أو الانحراف وطرق باب الجريمة، كما أن هذا يزداد ويتأزم في نقص حلول واستراتيجيات تخفف صدى الأثر السلبي على المجتمع وعلى المراهق أولا، ومنع انتشارها للأطوار الأخرى. نعم في عنا إشكاليات، الإشكالية تواجه المؤسسات التعليمية مشاكل عديدة، فيها ما يتعلق بالأداء الوظيفي، ومنها ما يتعلق بالمشكلات بين التلاميذ فيما بينهم أو تجاه معلميهم بوقوف عند تلك المشكلات المدرسية. وجدنا أن هناك ظاهرة عالمية جديرة بالاهتمام تتمثل في ظاهرة العنف في المدارس، حيث أظهرت الإحصاءات العالمية الكم الهائل من مظاهر العنف وتعدد أساليبه وتطور أدواته، وهذا ما أثبتته الكثير من الدراسات كدراسة السحيمي التي هدفت إلى التعرف على سلوك العنف لدى طلاب وطالبات المرحلة الثانوية في ضوء بعض المتغيرات النفسية والاجتماعية. أما دراسة ميلر فهدفت إلى التعرف على الأسباب التي تؤدي إلى سلوكيات العنف لدى الطلاب في ضوء بعض المتغيرات النفسية والاجتماعية. أما دراسة المراهقين نعم فما دفعنا إلى محاولة الوقوف على الحلول التي تساعد على الأقل في التخفيف من حدة هذه المشكلات، خاصة وقد تمتد آثارها لتشمل المجتمع برمته بعد أن تتفاقم، وقد تدفع المشكلة بكثير من التلاميذ للجنوح وطرق أبواب الجريمة. وفي هذا الصدد هناك دراسات أثبتت فعالية برامج الإرشاد الجسمي الجمع للتدريب على المهارات الاجتماعية في خفض سلوكيات العنف كدراسة حجازي، وعندنا دراسة سيورات ومكاي، فتدخل المرشد النفسي أصبح تدخل المرشد النفسي أصبح أمرا محتوما في الحد من ظاهرة العنف في المدارس. تتم صياغة مشكلة الدراسة على شكل سؤال دكتور: ما هي تقنيات المرشد النفسي في التخفيف من العنف لدى التلاميذ؟ نعم في عنا أهداف دراستنا بهاي الحلقة: الوقوف على مظاهر العنف السائدة في المدارس، عنا الكشف عن دور المرشد النفسي في التخفيف من ظاهرة العنف المدرسي، وعنا التعرف على الاستراتيجيات المستخدمة من طرق المرشد النفسي للتصدي لمشكلة العنف. أهمية هذه الدراسة تتمثل بالحصول على معلومات واقعية عن تقنيات المرشد النفسي في التخفيف من العنف المدرسي، وثانيا توضيح أهمية التدخل الإرشادي في الحد من العنف المدرسي وإلقاء الضوء على واقع المؤسسات التربوية الثانوية. في عنا من التعريفات الإجرائية عنا التقنيات والمرشد النفسي والعنف والمراهقة. نعم التعريفات باخذ منها العنف والمراهقة على السريع دكتور، ولا بقول الكل؟ تفضلي، هلا معك وقت. نحن بس ضل 10 دقائق، نحن راح نعطي الوقت لزميلك محمد.
طيب نبلش بالتقنيات. هي كل الأدوات والأساليب التي يوظفها المرشد النفسي لتحقيق أهداف عملية الإرشاد، وتتمثل في المقابلات الإرشادية، في الملاحظة، الاختبارات النفسية، دراسة الحالة، برامج إرشادية وغيرها. عندنا المرشد النفسي هو الشخص الذي يؤدي إلى دور الإرشاد للأفراد والجماعات التعليمية، وينظم ويحلل المعلومات حول الطلاب من واقع السجلات والاختبارات والمقابلات إلى جانب المصادر الموثوقة، وذلك لتقييم ميولهم واتجاهاتهم، قدراتهم، خصائصهم الشخصية، للمساعدة في التخطيط التعليمي والمهني، ويدرس المعلومات المهنية والتعليمية لاستخدامها في مساعدة المسترشدين لتخطيط موضوعاتهم التربوية طيب والمهنية والتغلب السلوكية. يارب، أنا بدي أسألك سؤال، شو تعريف المقابلة الإرشادية وعناصرها؟ يعني أنت برأيك أنت شو تعريف المقابلة الإرشادية؟ المقابلة بتتم دكتور بين المرشد والمسترشد. نعم، شو عناصر المقابلة هاي؟ عناصرها إيه عندنا المواجهة الإنسانية، المكان المحدد، الموعد المسبق، الأهداف الخاصة. يعني كيف المواجهة الإنسانية؟ أنت بتعرفيها بشرح بطبيعتك هيك يعني بدون يعني كيف بدي أشرح لك يا دكتور؟ نعم، يعني شخص يقابل شخص آخر، مواجهة إنسان لإنسان. نعم انه بدون مثل ما بنقول رسميات، يعني انه والله انت استاذي مثلا او انت مرشدي او كذا، بنحكي كانه مثل ما بيقولوا اصدقاء، او بنحكي هيك كانه تماما حدا عم يحكي لحدا. تماما. نعم. أيضا غير المقابل بده يكون في مكان محدد. انه المكان واحد ما بيتغير، ثابت ومعروف للمرشد والمسترشد، نعم، بده يكون بينات الموعد ويكون مسبق ولا هيك فترة بينات ثابت؟ موعد مسبق، وفي أهداف خاصة تتم المقابلة من أجلها واضحة ومحددة، تتعلق بمساعدة المسترشد في إحداث تغير إيجابي في شخصيات المسترشدين. طيب العنف، ممكن تحكي لي عن أسباب العنف مثلا في المدارس؟ العنف، ثواني دكتور، العنف هلا تعريفه لغة جاء في لسان العرب لابن منظور. تعريف العنف أصله عنف، العنف هو الخرق بالمر وقلة الرفق به، وهو ضد الرفق. أعنف الشيء، أخذه بشدة، واعتنق الشيء، كرهه. التعنيف، التعبير، اللوم والتوبيخ، هذا أخذ تعريف لغة. أما اصطلاحا العنف الطلابي هو استجابة متطرفة وشكل من أشكال السلوك العدواني، تتسم بالشدة والتصلب والتطرف والتهيج وشدة الانفعال والاستخدام غير المشروع للقوة تجاه شخص أو موضوع معين، ولا يمكن إخفاءه، وإذا زاد تكون النتيجة مدمرة. ما شو معنى هالحكي؟ احكي لي هالحكي بطريقتك الخاصة، يعني أنا ما بدي إنه تحكي لي بصيغة رسمية، إنه شو أسباب العنف اللي بتعود في المدارس أو في المؤسسات التربوية؟ شو أسباب العنف؟ نعم نعم أسباب العنف نعم هلا قد يكون السبب دكتور هو المدرسة نفسها مثلا، قد يكون السبب يرجع للأستاذ، يرجع ممكن مثلا للإدارة، قد تكون يعني علاقة التلاميذ بين بعضهم الطلاب. أشو نعم كمان استعمل عمليات التنشئة الاجتماعية في البيت أو في الأسرة، أحيانا الأهالي بيربوا أولادنا على كمان العنف. يعني بكل الجوانب اللي بيكون فيها الطفل يعني، أو الطالب، سواء كانت البيت أو المدرسة أو مثلا إخوانه أو رفقاته التلاميذ، أو هي المؤسسة التربوية، أستاذه، يعني هيك. أيضا أسباب تنظيمية، إنه نحن أحيانا ما بنتعامل صيغة رسمية بين البيت وأولياء الأمور، فالطالب يلجأ للعنف، ما حد عم يتابعه يعني. نعم. أيضا إذا كان عندنا يعني ما في أمن بالمدارس أو كذا، يعني هذا الأمر بيكون نوع من أيضا بيسبب العنف. الله يعطيك العافية، نحن ما بعرف إلا وفي زميل. نعم تفضلي.
هلا ضل عندي بس خلاصة واستنتاج، وفي الخاتمة بالنهاية دكتور، قائمة المراجع بالنهاية. نعم بتحب تفضلي أقرأ الخلاصة والاستنتاج إلا خلص تفضلي الوقت؟ تفضلي، راح نعطيك المجال هذا لأنه بدنا نعطي الخلاصة زميلك أكثر محمد. دكتور، نستنتج أن أسلوب العنف مرهون بالفرد من جوانب متعددة أكد عليها علماء النفس والاجتماع، وبالرغم من أنه سلوك غير مرغوب فيه، ولكنه يستمر باستمرار تواجد الإنسان على الأرض لارتباطه بأسباب داخلية في الفرد، كما أكدته تفسيرات النظريات العلمية. ويبقى الشيء المثير للانتباه هو وجود العنف المدرسي، بالرغم من وجود المجهودات الجبارة المبذولة من قبل وزارة التربية بالتنسيق مع الوزارات الأخرى، وحتى القانون الذي يضع الحدود والتي لا يمكن تجاوزها. لذا يجب علينا محاولة البحث عن حلول تعالج الظاهرة أو تخفف من حدتها للحفاظ على المؤسسات التربوية. جزاك الله خير دكتور. الله يعطيك العافية، مشكورة. مين عنده أي سؤال لزميلتنا ريم؟ ريم ولا مين؟ ريم أنا إيه؟ تمام يا ريم، أنا بس مشان أسجل اسمك عندي. إيه تمام. الله يعطيك العافية، مين عنده أي سؤال يطرح وياك على الله زميلتنا يا ريم؟ دكتور. محمد نور سعد الدين جاهز؟ جاهز دكتور معك. يلا راح أشارك لك، راح أعطيك لنهاية الوقت. تمام دكتور، إذا بتعطيني إذن مشاركة أنا بشاركة من عندي. لا أنا راح، مو الخجل عند الأطفال. إيه تمام. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. موضوع البحث اليوم علاج مشكلة الخجل عند الأطفال إن شاء الله. كما تلاحظون المقدمة موجودة عندكم، الفهرس المواد المقدمة. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. يمر الأطفال بمراحل عديدة خلال نموهم إلى أن يصبحوا راشدين. منهم من يتجاوز هذه المراحل بشكل اعتيادي، ومنهم من لا يستطيع التكيف فتظل لديه واحدة أو أكثر من المشكلات السلوكية أو النفسية التي قد تؤثر إذا استمرت لفترة طويلة على حياته الأكاديمية أو الاجتماعية أو المهنية، وتتحول دون تقدم بنجاح. نعم موضوعنا اليوم الخجل، حالة انفعالية تصيب الطفل عند احتكاكه بالآخرين، تنطوي على شعور بالنقص والعيب، ويصاحبها شعور بالقلق وعدم الراحة في مواقف لا تستدعي حدوث ذلك لدى الأطفال. الطفل الطبيعي ويظهر في صورة أعراض جسمية كإحمرار الوجه وتقطع الأنفاس والشعور بالغثيان والرجفان، وسلوكيات كنقص المهارات الاجتماعية والثقة بالنفس والاتصال بالوالدين والاعتماد عليهما في أبسط الأمور والانسحاب من المواقف الاجتماعية لتجنب التعليقات والهروب من أنظار الناس. سنعرف في هذا البحث تعريف الخجل عند الأطفال، أسبابه، أشكاله، ونصائحه للتخلص من هذه الأمور. مشكلة البحث: ما تعريف الخجل عند الأطفال؟ الأسباب، الأشكال، الحلول للتخلص من الخجل. أهداف البحث: تعريف الخجل، أسبابه، مشاكله، الحلول. أهمية البحث: يعد الخجل أحد العوامل الطبيعية لتكون شخصية الطفل، مثال الشعور العادي بالخوف أو الإجهاد أو الحزن. يشكل الخجل عقبة أمام الطفل إذا زاد عن الحد المعقول له وما لم يتم علاجه بالطريقة الصحيحة، حيث أنه سيؤثر على حياته الاجتماعية، وتكون الصداقات سواء في المدرسة أو في المجتمع المحيط به، كما قد يؤثر على المستوى الأكاديمي مؤديا التراجع. ظاهرة الخجل ظاهرة واسعة الانتشار، حيث يشير بعض الدراسات أن نحو 40% من الأطفال المراهقين يذكرون أنهم يشعرون بالخجل في العديد من المواقف الاجتماعية. ولا بد في البداية أن أزيل اللباس الذي يقع فيه كثير من الناس حين يخلطون بين الحياء أو الخجل. الحياء شيء ممدوح، وهو كما ورد في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحياء شعب من شعب الإيمان، لأنه يعبر عن تمتع صاحبه بالسمو والاحتشام والتحلي ببعض القيم الرفيعة. الخجل هو درجة عالية من الارتباك والخوف والانكماش يشعر الطفل حين يلتقي بالأشخاص من خارج محيطه. والخجل عند الأطفال هو الانطواء عن النفس ورفض المشاركة من في عمره أو في اللعب، أو عدم القدرة على الأخذ والعطاء مع أقرانه في المحيط الذي يعيش فيه، أو فقدان الثقة بالنفس والشعور بالنقص مع توقر الخطأ والنقد الدائم له مع الآخرين. الخجل عند الأطفال، يعد الخجل أحد العوامل الطبيعية لتكوين شخصية الطفل، مثل الشعور العادي بالخوف أو الإجهاد أو الحزن. ويشكل الخجل عقبة أمام الطفل إذا زاد عن الحد المعقول له ولم يتم علاجه بالطريقة الصحيحة، فمشكلة عند الطالب. أهداف البحث: راح نحكي عن مظاهر الخجل، الأسباب، التعامل، الأعراض، والفرق بين الحياء والخجل. طيب، الخجل حكينا عليه. الخجل السلبي هو ما تم بيانه في الفقرة أعلاه، الخجل. والطبيعة أو الحياء هو التزام الطفل بمنهج الفضيلة والأخلاق وآداب الدين. لأسباب الخجل عند الأطفال: الوراثي،
الإفراط في توفير الحماية لها، العزلة الاجتماعية، التفكير الدائم والحيرة، صعوبات في مراحل النمو المختلفة، مواجهة صعوب في التحدث، التعرض لبعض الظروف، الافتقار إلى الشعور بالأمان، الافتقار إلى الشعور بالأمان. ويرى بعض العلماء أن للوراثة أثر في مشكلة الخجل عند الأطفال والخجل بسبب الإعاقة. العوامل التي تسبب الخجل عند الطفل: الوعي الذاتي، الوعي اللوم الذاتي، المعايير، السمات الشخصية، احترام الذات. أشكال الخجل: خجل الاختلاط بالآخرين، خجل بالحديث، خجل بالمظهر، خجل الاجتماعي. وأعراض الخجل عنده بتصير عند الطفل: احمرار الوجه، شعور بالغثيان، تقطع في الأنفاس، الإصابة بالصمام المؤقت لدى الطفل، عدم التحدث، البكاء، الإحساس بألم في المعدة، الشعور بالصداع، تبليل فراشي. طيب، شو الفرق بين الخجل والحياء؟ حكينا أنه ينقسم إلى قسمين، الطرف الأول منهما الإيمان، والخجل حكينا هو أعراض تأتي للطفل. طيب، نصائح للتخلص من هذا الخجل: تحدث مع طفلك بشكل دائم، غرس فيه الثقة بنفسه، الاهتمام الكامل بطفلك، لا تكذب عليه، تمام، لا تصفه بالخجول، أعطيه تعزيزات قوية له، قدم له مكافأة، انتبه للكلمات التي يقولها أمامك، لا تبتعد عن طفلك، خليه اجتماعي، تواصل معه، تشجيع الأنشطة المدرسية، تدريبه على القيادة والمبادرة، تحمل المسؤولية للطفل. طيب، كيف نتعامل مع الطفل الخجول؟ يعني ضرورة تشجيع الطفل، ضرورة الابتعاد عن التجريح وتأنيبه وسماع الكلام الحاد للطفل، ضرورة إيجاديات تجمعات بينه وبين أطفاله وكسر حاجز الخجل عنده، مساعدته، ضرورة مساعدة الوالدين والمعلمين للطفل باستماع له، سماع مشاكله، عدم السخرية. طيب، الخاتمي إن الخجل الزائد عند الطفل من المشكلات الصعبة التي تؤرق معظم أولياء الأمور وتحيرهم، وذلك مما يواجهه الطفل من صعوبات في الاختلاط والتعامل مع الآخرين. فيتصف بعض المختصين الطالب الخجول بأنه طالب مسكين وبائس، يعني من عدم القدرة على الأخذ والرد مع أقرانه في المدرسة والمجتمع. فهون الحل إنه نحن نشجع هذا الطفل ونعزز نفسه بالأمور وعدم وكسر الحاجز وتعزيزات أمور مهمة للطفل ووضعه في مواقف رجولية وتشجيعه أمام زملائه. والحمد لله رب العالمين. الله يعطيك طيب العافية. محمد نور سعد الدين، الله يعطيك العافية، توفيقك ما شاء الله عليه، بس بدي أسألك شو الفرق بين الخجل والحياء يعني من وجهة نظرك؟ هلا الحياء، قلنا لك دكتور، الحياء هو شعبة من شعب الإيمان في أمور الدين، فلعل الطفل عنده حياء يعني، تمام، والخجل نعم هو أنه يكون الطفل عنده خجل يعني بمرض أنه عدم قدرته يعني كقائد، يعني في عندك القائد شخصيته تكون قوية، تمام، في طفل خجول، في طفل شخصيته قوية. فهذا الفرق بين الخجل وبين الحياء. فأنا كمرشد أنا لازم أميز بين الحياء اللي عند الطفل والخجل. فيمكن يكون الطفل خجول كثير، ما يحكي، ما يعني مثلا اللي حطه على الريف ما نؤدي المسؤولية يكون على الريف للصف. تمام، الله يعطيك. طيب نحن اليوم انت اعطيت نصائح للتخلص من الخجل، تمام، تمام، ويعني هاي النصائح ممتازة، ولكن اذا انت كان عندك طفل خجول كيف تتعامل معه من وجهة نظر علم النفس؟ بدي أشجع مهاراته، عزز لهذا الطفل، قوي له شخصيته، كافئه، أعطيه مهام، مسؤوليات، نعم، مشان أقوي له شخصيته للطفل. يعني يعني أنا انتو كطالب ممكن نحن بالصف، كلياتنا عندنا اولاد، فنحن الطفل خجول اول شيء نحن بنشجعه على الجرأة، بنبتعد عن تجريحه او تأنيبه، ونلفظ الفاظ مهينة بحقه مثلا، بنحاول انه نستمع لمشاكله، بنعلمه الاختلاط بالآخرين انه لازم يكون بدي رأيه كمان. نعم، هيك انت خالص، ما الله يعطيك العافية. شباب خلص دكتور، مين عنده الله أي يسلمك. سؤال يناقش زميلكم محمد نور سعد الدين، تفضلوا، بدنا حدا يناقش يا شباب، الله يعطيك العافية، انت ماخذ المراجع كلها أجنبية مو هيك، وأغلبيتها روابط. من دكتور حاطط الروابط. تماما، الله يعطيك العافية. مين، تفضلوا يا شباب. الله يعطيك العافية دكتور.
مو مشان تفضل. المناقشة، الله يعطيك العافية، ما شاء الله البحث متكامل حسب ما شفت أنت ونحن، يعني حتى ما شاء الله حتى يعني التمثيل حافظه هو صحيح. كمان. نعم دكتور، الله يجزيك خير. بس أنا سؤالي خارج حلقة البحث تبع الزميل، إنه تفضل. لأيمت معنا فرصة لحتى نقدم حلقة البحث؟ هل عندكم الشهر 12 كله؟ نعم وممكن يكون جزء من الأول بس ما بنعرف، لأن احنا بعثوا التقويم بس عندنا شهر 12 كله نحن بنناقش. قدر الإمكان نحن مثلا كل حلقة عم نناقش أو كل أسبوع عم نناقش 4 حلقات على أقل تقدير، أحيانا 3 أحيانا 4 بمادة الإرشاد. هلا بمواد تانية لا بنناقش حلقة أو 2 بس، الإرشاد كونوا عددكم ضخم فأقل من 4 ما بنحسن يعني. الله يعطيك العافية دكتور. الله يعافيكم. مين عنده أي سؤال يا شباب؟ مين عنده أي سؤال؟ هيك بنكون نحن انهينا. بس يا شباب نحن يعني في عجالة، بس لحتى يفصل الرابط بس نظل معكم. نحن بنتمنى من الطلاب اللي نحن مثلا يبعثونا حلقات بحث ونحن نجري عليها ملاحظات، انه يتقيدوا بهذه الملاحظات من اللي يرجع يوثقوها بشكل صحيح. ايضا يعني نحن ما عندنا مشكله كتابه وورد او باليد، ولكن بس تكون بشكل صحيح الحلقه. نتمنى انه انت تكون تشرحها باسلوبك الخاص، يعني نحن اذا بدنا نجي نقراها كلمه كلمه او نشرحها بتفصيل تاخذ معنا اوقات كبيره. فنحن بدنا لا بطريقتك بحيث انه لا تتجاوز 10 دقائق بسبب ضيق الوقت. نحن كمقرر نحن عم نتعامل معه كلمة كلمة أو صفحة صفحة، لأنه المقرر مهم وحلو كثير، خصوصا ال 100 صفحة الأولى أو المباحث الأولى يعني نحن اعتمادنا عليها، فعم نتعامل معها بكل حرفية. نحن راح نتجه مثلا بالمرات القادمة ربما نحذف فصول أو ربما نتركها وظيفة أنتم تطلعوا عليها.